انتقلت كاميرا سينما السياسة بمستشفى البطنة التخصصي بأحد أفراد العلاقات العامة بالمستشفى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ممكن تعرفنا حضرتك؟ أمجد حسن فتحي. أستاذ أمجد، ما هو دور العلاقات العامة بمستشفى البطنة التخصصي؟ دور العلاقات العامة في مستشفى البطنة التخصصي تنظيم المؤتمرات، عمل رحلات، عمل حل مشكلات المرضى، حل مشكلات العاملين بالمستشفى، عمل تخفيضات للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة. عند حدوث مشكلة للمريض كيف يتم التعامل معها من خلال أفراد العلاقات العامة؟ بيتم التعامل مع المشكلة، أول حاجة بعرف إيه هي طبيعة المشكلة، مثلا لو في تذكرة المريض اتأخر في كشف العيادة بشوف إيه سبب التأخير، إيه بتوجه العيادة، بعرف إيه سبب إن هو اتأخر إيه في العيادة، بحاول إن أنا أحل المشكلة في أسرع وقت ممكن. عند تولي الدكتور محمود إدارة المركز، ما هو الجديد التي تم افتتاحه في المستشفى عند توليه الإدارة؟ توسيع وحدة القسطرة، وجود جهاز هولتر لتنظيم ضربات القلب. تاني حاجة عملنا توسيع لوحدة المناظير للقضاء على قوائم الانتظار، لأن احنا كنا بنستقبل في اليوم 25 حالة منظار، الوقت أصبحنا بنستقبل في اليوم 60 حالة منظار. تاني حاجة عملنا توسعات في المطبخ ودخول عليه أحدث المعدات، وجود عديد من العيادات، مجموعة عيادات خارجية، عمل عيادة تثقيفية لتثقيف المرضى، وجود عيادة قولون، وجود عيادة أعصاب عندنا، طبعا موجود عندنا عيادة قلب وكبد وسكر، وزائد عيادة التخسيس موجودة. دائما حضرتك في روح الجماعة بيتم العمل والمشاركة بروح الفريق، هل يتم دوت في دور العلاقات العامة بمستشفى البطنة التخصصي؟ طبعا بيتم التعامل بروح الجماعة، لأن أي مشكلة بيتوجه أي فرد من أفراد العلاقات العامة لحلها، سواء كانت مع مريض أو أحد العاملين يتم التوجه على أسرع وقت. بنشكر الأستاذ أمجد. بنرحب بسيادتك يا دكتور. أهلا بيك نور. نحب نتعرف نبذة صغيرة عن حضرتك. أنا اسمي محمود يوسف، مواليد 61، خريج طب المنصورة، حاليا أنا أستاذ القلب والأوعية الدموية بطب المنصورة مدير مستشفى البطنة. علميا معايا 3 ماجستير في البطنة والقلب والطب الحرج، دكتورة بطنة، و3 دبلومة، منهم دبلوم إدارة مستشفيات من أكاديمية السادات، ودبلومة سكر من جامعة كارديف في إنجلترا، مخلصها من شهر بس يعني إن شاء الله. دكتور محمود، عند توليك المنصب، ما هو الجديد والتطورات اللي حضرتك أضفتها للمستشفى؟ وانا بدات 31/12/2015 بناء على مقابله مع الاستاذ الدكتور محمد قناوي رئيس الجامعه، وبعدين قعدت انا والدكتور حازم حكيم والدكتور احمد شوقي اللي هم نواب المدير، وفكرنا ايه اللي ممكن نغيره يعني او ممكن نضيف يعني. فاحنا عندنا المستشفى بتشمل اسم القلب واسم الكبد واسم السكر وطبعا معامل واشعه، فقلنا ناخد نمشي بالتدريج واحد واحد كده. فبدانا بالمناظير، وحدة المناظير كان عندنا فيها منظار واحد بيشتغلوا بيه، لما بيعطل الدنيا بتقف وندور على الصيانة. خدنا بلوك كامل كان فيه صيدليات وكده، وقلبنا وحدة مناظير، عملنا وحدة مناظير فيها 4 أوض ممكن تشتغل في نفس اللحظة، وقدر بفضل ربنا أولا ثم بمساعدة الناس الطيبين يعني جبنا حوالي 15 منظار، وده أكبر عدد جه في سنة في مستشفى البطنة. الوحدة دلوقتي تقدر تعمل في حدود 50 حالة، يخلصوا من الصبح على الساعة 2 الظهر. المناظير بتغطي نفقة الدولة والتأمين، وإذا كان نقدي، ودي أول حاجة عملناها. وحدة المناظير يعني بشهادة الناس هي من أفخم الوحدات على مستوى الجمهورية، يعني يمكن تفوق مثيلتها في القاهرة كمان يعني. تمام. الخطوة الثانية اسم القلب، كان في قائمة انتظار لعيانين القسطرة والمنظمات والحاجات دي، فقدرنا نجيب كمان جهاز قسطرة، فأصبح عندنا جهازين قسطرة. وجبنا لهم حاجة اسمها انتر أورتيك بالون، اللي هي البالونة الأورطية لما العين يدخل في صدمة أو حاجة. وجبنا جهاز بيقيس الضغط جوه الشريان التاجي اسمه FFR، فاصبح في المستشفى 3 اجهزه تشتغل قسطره، جهازين فوق في القسطره وفي جهاز موجود في اسم الاشعه. فاحنا كده عملنا في القلب والمناظير، والغنى مفيش قيمه انتظار، اي عين عايز يعمل قسطره ممكن يعملها على طول في وقتها يعني. اللي بعدها دخلنا على المعامل، اتصلنا بالشركات، عملنا ديل معاهم ان هو ياخد جهازه القديم ويجيب جهاز جديد من غير ما ندفع حاجه، مقابل انه بيورد للمستشفى الكيتس، فغيرنا المعامل برضو ممكن تبقوا تشوفوها يعني. الاشعه احنا في طريقنا ان شاء الله بنعمل اجراءات ان احنا هنجيب جهاز اشعه مقطعيه جديد وجهاز اشعه ديجيتال، فبرضو هتبقى المستشفى فيها جهازين اشعه مقطعيه في نفس اللحظه.
ده على المستوى اللي هو المستوى الطبي. تمام. على المستوى الانشائي بقى بنعمل تغيرات كبيره في المستشفى. يعني المدخل بتاع المستشفى، السور الفاصل عن الاطفال، البوابه، هنبني وحده تصوير وتقنيه ورا. النفايات كانت بتتلم كده قدام الناس، عملنا اوضه نفايات مقفولين. تمام. شؤون المرضى هننقلها بره بحيث نوسع المكان. فاحنا يعني بنحاول في خلال السنتين نعمل اقصى حاجه ان شاء الله يعني. تمام. دكتور محمود، بالنسبه للمريض المصري دايما بيقابل مشاكل في المستشفيات الجامعيه، كيف يتم التعامل معه في من خلال مستشفى البطنه التخصصي، وهل يتم الرعايه الكافيه له؟ والله يعني هي ما فيش حاجه كامله، انما احنا بنحاول نحسن الموجود يعني. فاحنا عندنا عملت انا جهاز علاقات عامه. على اساس انه يتحرك مع المريض اذا كان يقدر يخدمه، ومعاهم خدمه المواطنين بيحاولوا يخدموا العيان او العيان البسيط اللي مش قادر، عايز يروح خزنه، عايز يروح يعمل اشعه. على المستوى الطبي النواب يعني احنا شادين في وجودهم، ومعاهم مدرسين مساعدين. تمام. يعني محاوله ان احنا نرفع كفاءه الخدمه الطبيه. لو حصل مشكلة بنتعامل معها، وده وارد ان يحصل مشاكل او يحصل تقصير احيانا من بعض الناس، فبنحاول نحلها في حدود ما نستطيع يعني ان شاء الله. هل يوجد مشاكل او معوقات تعوق سيادتك في الادارة؟ والله هو اول حاجة التمويل. احنا لما استلمت المستشفى كان عليها ديون حوالي 7 مليون، وما كانش عندنا اي اعتمادات نشتري حاجة. مبلغ كبير يعني. بمساعدة الاستاذ مايز اللي هو كان ماسك من وزارة المالية هنا، قدرنا نسدد معظم الديون. وقدرنا نوفر تمويلات سواء من تبرعات الاشخاص او من وزاره التخطيط. فعدينا المرحله دي. يبقى بقى العامل الانساني اللي هو انت استلمت مكان مش انت اللي صنعتيه. ففي اشخاص لا تصلح، في اشخاص بتعوق، في بعض اعضاء التدريس بيعوقهم. انما يعني الدنيا ماشيه. هو بس هي المشكله انه في اخر السنتين هكون انا خسرت مثلا 50% من اللي اعرفهم يعني. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور حازم. اهلا وسهلا بيك ونورتونا النهارده. ما هو الجديد في جراحه المناظير يا دكتور حازم؟ الجديد الحقيقة عندنا ان احنا اتغلبنا على قائمة الانتظار اللي كانت موجودة لأكثر من شهرين ونص، ودي كانت مأساة بتواجه كل المرضى اللي من الدهلية ومن المحافظات المجاورة. طبعا عارفين المستشفى بتاعتنا مش بتخدم الدهلية بس، بتخدم دهلية غربية، حوالي تقريبا محافظات الدلتا، اغلب محافظات الدلتا ومحافظات قناة السويس. كان عندنا قائمة الانتظار بتوصل لشهرين ونص دلوقتي الحمد لله. ده كان لان احنا عندنا اوضتين بس بنشتغل فيهم مناظير، وعدد حوالي 3 مناظير أو 4 مناظير كانوا حتى شبه مستهلكين يعني. الحمد لله احنا دخلنا الوحده اكتر من 15 منظار جديد. بقينا قائمه الانظار انتهت تماما دلوقتي، العيان بيجي من بيتهم لو جاهز دي النوع من المنظار بيعمل على طول. الحاجه الثانيه ودي الاهم اللي انا بعتبرها، احنا طبعا مستشفى المفروض انها مستشفى تعليمي ومستشفى بحثي، فاحنا عندنا دلوقتي دخلنا كل انواع المناظير، الجهاز الهضمي اللي موجودة في أي حتة في العالم يعني. احنا عندنا مناظير دلوقتي، مناظير الموجات الصوتية دي بتعمل حاجات، والحمد لله بقى عندنا بدل ما كان اتنين واحد أو اتنين بيشتغلوا عليها بره، النهاردة بقينا 6 تقريبا بيشتغلوا عليها، وبيشتغلوا عليها على أعلى مستوى. ويمكن احنا نروح ندرب دلوقتي ناس موجودين في مستشفيات أخرى في محافظات أخرى، بنروح ندرب ناس في الزقازيق، بنروح ندرب ناس في طنطا، ناس من موجودة من هنا. الكلام ده كله خلال سنة، وطبعا ده من جزء من التاريخ، جزء لا يذكر يعني. لو قلنا إن سنة بتعدل فيها الحاجات دي، ده وقت قصير قوي. ده على منظار موجودنا. عندنا منظار القنوات، منظار الامعاء الدقيقه، ده يمكن احنا اول مستشفى تجيبه يمكن في الدلتا، كان مستشفى وفي ثاني مستشفى في الجمهوريه كلها، وكان اول مستشفى في الدلتا يعني، كان موجود بس في القصر العيني. منظار قديم احنا جبنا المنظار الاحدث منه، والحمد لله دلوقتي برضو بقى في مجموعه كويسه بتشتغل عليه. مناظير القنوات المراريه كان عندنا منظار واحد قديم، برضو بقى عندنا اكتر من منظار، برضو بقى عدد الناس بتتدرب. فاحنا ماشيين على الحقيقه البوليسي، السياسه العامه بتاعه المستشفى ماشيه في اتجاهين، اتجاه خدمه المرضى وخدمه المواطنين الغلابه البسطاء باسعار طبعا لا تقارن بالاسعار الخارجيه، والجهه الثانيه تنشيط البحث العلمي وتدريب الناس الاطباء. فاحنا الحمد لله قدرنا نرفع مستوى الاطباء اللي موجودين هنا، بقى عندي مجموعه كويسه واعده، والحمد لله كلهم من صغار السن يعني، كلهم مدرسين مساعدين ومدرسين من فئات العمريه من 30 سنه اقل شويه اكتر شويه، دول ان شاء الله المستقبل لهم باذن الله هيبقى احسن طفره. كان عندنا مستشفى زمان اذا ذكر الجهاز الهضمي كان مستشفى مركز جراحه الجهاز الهضمي، النهارده الحمد لله احنا تفوقنا كتير في النسبه للمناظير، بقينا احنا اللي لنا وجهه جامعه المنصوره في الموضوع ده. بالنسبه للمناظير يا دكتور حازم، دايما كنا نسمع ان في مناظير تشخيصيه ومناظير علاجيه، ايه راي حضرتك في الموضوع؟ هو طبعا المناظير التشخيصيه، احنا دلوقتي عندنا كل المناظير بقيت اقدر اعمل بها التشخيص والعلاج في نفس الجلسه. انا بعمل منظار تشخيصي، اذا احتجت حاجات مناظير تداخليه بعملها فورا يعني. المناظير اللي هي العلويه والسفليه
انا كنت الاول مجرد ان انا بخش ابص على الموضوع في ايه واحدد العيان مره تانية وهنعمل ايه. دلوقتي لا، انا اقدر اخش لقيت ورم اقدر اعمل اقدر اخد منه عينه، واحيانا بقدر لو ورم سطحي اقدر استأصله، ودي حاجه ما كانتش موجوده خالص. بالنسبه لموضوع المناظير اللي هي التشخيصيه والعلاجيه، احنا كل المناظير ممكن نتعامل بها تشخيص وعلاج. احنا كنا الاول بنعمل مناظير تشخيصيه ونفاجئ ان العيان محتاج حاجات مش متوفره عندنا، مش متوفره من نوعيه المنظار ومش متوفره من المستلزمات اللي هي برضو الحقيقه غاليه وقدرنا احنا نوفرها الفتره اللي فاتت. المناظير التشخيصيه كنت انا اقدر ان دلوقتي بالمناظير التشخيصيه انا اقدر اشخص ان في ورم اقدر اخد منه عينه واشخصها على طول، اذا كان ورم سطحي اقدر استأصله بدون جراحه، اذا كان عندي مريء اذا كان مثلا على مستوى المناظير اذا كان في ضيق معين في المريء، ضيق في المعده، ضيق في القولون، اقدر ركب دعامه والعين عيشت حياته طبيعيه من غير جراحه. احنا مستشفى بطنه، فاحنا دايما بنحاول نخلي اقل شيء من التدخلات الجراحيه. الحاجات دي الحقيقه بتتعالج دلوقتي بتوفر منظار الموجات الصوتيه، ده طفره الحقيقه دلوقتي بنقدر نعمل بيه حاجات ما بتتعملش بالجراحه. فمن ناحيه التشخيص والعلاج احنا نقدر نعمل اغلب الحاجات اللي بتتعمل في العالم كله. يعني دكتور حازم، دايما نسمع او كان بين من علمنا ان دايما بيحصل مشاكل صحيه من المناظير، بحيث انه العيان ما بيخش بيجي له فيروس سي فيروس بي، كيف تغلبتوا على هذه المشكله؟ برضو خلال السنه دي احنا طبعا بنستخدم احسن مواد تعقيم باحسن معدلات، لان مواد التعقيم مش رخيصه، هي غاليه، وفي نفس الوقت تغيير يعني سائل المفروض انه يتغير كل اسبوع. لو انا ما عنديش قدرات او ما عنديش امكانيات او ما عنديش او ما بهتمش بالعيان ممكن اغيرها كل اسبوعين، يبقى وفرت نص الكميه. احنا الحقيقه دلوقتي بنستخدم احسن مواد تعقيم مستورده.